شاء الله هنعمل مع بعض طاجن لسان العصفور بطريقة سهلة جدا. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقة للآخر. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض طاجن لسان العصفور بطريقة سهلة جدا. المقادير اللي معايا كيس لسان عصفور 350 جرام، لتر عصير طماطم، بصلاية وسط متخرطة، قرنين فلفل حامي متقطعين، التوابل ملح وفلفل اسود ومكعب مرقة. نبدأ ونسمي على بركة الله. بسم الله. حطيت حلة على عين البوتاجاز وحطيت فيها معلقة كبيرة سمنة ومعلقة كبيرة زيت. السمنة والزيت يسخنوا، هنزل بلسان العصفور هحمصه وياخد اللون الذهبي. خلاص السمنة والزيت سخنوا، هنزل بلسان العصفور هحمصه لحد ما ياخد اللون الذهبي. النار وسط ولا عالية ولا هادية. لسان العصفور ابتدى ياخد اللون الذهبي اهو زي ما انتم شايفين. هنزل عليه بصلاية وسط متخرطة وهشوح البصلة معاه كويس لحد ما البصلة تدبل. خلاص شوحت البصلة مع لسان العصفور لحد ما دبلت، هنزل بقرنين فلفل حامي متقطع، برضو هقلب الفلفل لحد ما يدبل. خلاص الفلفل والبصل دبلوا مع لسان العصفور، هنزل بعصير لتر طماطم. بسم الله. والتوابل ملح وفلفل اسود ومكعب مرق. تمام كده وهقلبهم وهغطي عليهم واسيب لسان العصفور ياخد غلوة واحدة بس على النار. خلاص تمام كده لسان العصفور اخد غلوة على النار، هطفي عليه وهفضيه في الطاجن وادخله الفرن. بسم الله. هنزل بلسان العصفور في الطاجن، لو مفيش طاجن فخار ممكن صينية، لو مفيش صينية وعايزين تكملوا السوا في الحلة براحتكم. هدخله الفرن لحد ما يتشرب، وأول ما يخرج من الفرن هطلعه وهوريه لكم. أهو يا حبايب قلبي طاجن لسان العصفور بعد ما طلع من الفرن، شايفين الجمال؟ شكله تحفة ويفتح النفس ازاي. قعد في الفرن نص ساعة على الرف اللي تحت، نار تحت وفوق، اول ما استوى طلعته على طول. هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. لو عجبتكم طريقة عمل طاجن لسان العصفور ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.